بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة الأخيرة في السيستماتيك بكتيريولوجي. هنتكلم اليوم على الأكتينومايسيس والنوكورديا. في نهاية هذه المحاضرة هنعرف الجنرال فيتشرز للأكتينومايسيس والنوكورديا والمورفولوجي والكلتشر الباثوجينيسيس اللاب دياغنوسيس ثم تريتمنت ولو في بريفنشن. نبدا بالاكتينومايسيس مع النوكورديا، هنعمل مقارنات بينهم في الجنرال فيتشرز. اول امر كلاهما هما عباره عن جرام بوزيتيف برانشينج بكتيريا لايك فانجاي، فكانوا يعتقدوا زمان انها هذه فنجس لانها بتنمو على هيئه برانشينج، فكانوا يعتقدوا انها من الفطريات، لكن في الحقيقه هي بكتيريا وهي جرام بوزيتيف، لكن شكلها بتظهر كبرانشينج بكتيريا وبالتالي تشبه الفطريات. نفس الاثنين الاكتينومايسيس والنوكورديا نفسهم، الفارق بسيط، النوكورديا حتكون لونج فيلمنتس اطول منها بشكل بسيط. هذه الصفه الاولى للاثنين. الصفه الثانيه هي طبعا زي ما قلنا بكتيريا لانه ما معهاش النيوكلير ميمبرين، وانتم عارفين الفانجس هي ايوكاريوتيك معها نيوكلير ميمبرين، لكن دي لانها بروكاريوتيك والبكتيريا اساسا هي بروكاريوتيك فما معهاش نيوكلير ميمبرين، وبالتالي اكيد ما معهاش الميتوكوندريا ولا الجولجي اباريتس ولا الاندوبلازميك ريتيكولم. الصفه الثالثه كمان ايضا هي بكتيريا لانهم الاثنين الاكتينومايسيس والنيكورديا بينقسموا بالبينري فيشن، فهي دي بكتيريا. الصفه الثالثه كمان او الرابعه الاكتينومايسيس والنيكورديا هم الثنتين بيستجيبوا للمضادات الحيويه وليس للانتي فانجل، فبالتالي هم اكيد بكتيريا. الصفه الخامسه انه الاكتينومايسيس نوت اسيد فاست. ما معناها؟ هي طبعا زي ما قلنا جرام بوزيتيف، فشايفين شكلها بيربل. لما نحط الكربون فاكسين اهو حطيناه، الكربون فاكسين لونه احمر. نحط بعدين ديكلرايزيشن بالاسيد فبالتالي ينزال، ومن هنا نقول ما قاومتش الحمض فبالتالي نسميها نوت اسيد فاست. بينما النوكورديا زي ما انتم شايفين هي نفسها جرام بوزيتيف برانشينج بكتيريا. لو ما نروح نحط الكربون فاكسين اللي هو لونه الاحمر ونحاول نزيلها بالاسيد ما تنزلش خالص، فبالتالي نقول انها اسيد فاست. طيب ليش حصلت هذه الصفه؟ لان النوكورديا فيها مايكوليك اسيد، فبالتالي المايكوليك اسيد خلى انه من الصعوبه انها تزال الصبغه بالاسيد، بينما في الاكتينومايسيس ما فيش مايكوليك اسيد وبالتالي ما قدرش تقاوم الاسيد وحصل ديكلرايزيشن. الصفه السادسه ان الاكتينومايسيس موجوده كنورمال فلورا في الاورال كافيتي وفي الجي اي تي، بينما النوكورديا موجوده في السويل اند الووتر. الصفة السابعة الأكتينومايسيس آن إيروبيك بينما النوكورديا هي إيروبيك. الصفة الثامنة بينهم أنه الأكتينومايسيس كاتاليز نيجاتيف لكن النوكورديا كاتاليز بوزيتيف. احنا هنتكلم في الأكتينومايسيس فقط على السبيشيز اللي هو أكتينومايسيس إسرائيلي، والنوكورديا هنتكلم على السبيشيز اللي هو نيكورديا استرويدز. طيب تعالوا الآن نشوف الباثوجينيسيس. الاكتينومايسيس اسرائيلي بتعمل ديزيز شهير اسمه اكتينومايكوزيس. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس لهذا الاكتينومايكوزيس. اول امر زي ما قلنا الاكتينومايكوزيس حيتسبب بالاورجانيزم او السبيشيز اللي سميناه اكتينومايسيس اسرائيلي، وفي الحقيقه ما لهاش علاقه انه اسرائيلي انه بالكيان الصهيوني الغاصب خالص، هو عالم اسمه إسرائيلي. حتى البكتيريا هذه اكتشفت قبل أن الكيان الصهيوني الغاصب يحتل أرضنا وأهلنا. فبالتالي الأكتينومايسيس الإسرائيلي هي موجودة as a normal flora في الماوث وفي الفاجينا. فبالتالي كيف ينتقل الديزيز؟ ينتقل الديزيز لو حصل تروما، وبالتالي نقول عليه إندوجينس لأنها موجودة زي ما قلنا normal flora في الأورال كافيتي. فلو حصلت تروما وهي طبعا بتكون موجوده جنب الاسنان اللي فيها وسط بيكون ما فيش فيه اكسجين، فلو حصل تروما حتبدا دي البكتيريا تعمل انفيد للتشو، ولما تعمل انفيد للتشو حتبدا تعمل حاجه كاركترستيك بنسميها الكرونيك جرانوماتس ليشن. هذه الكرونيك جرانوماتس ليشن بتعمل درينز لبص من خلال ساينسس او من خلال ساينس،
ما معنى ساينس؟ من خلال جيوب، فبتروح بتطلع البص ده من خلال الجيوب، وهذه نقطة كاركترستيك للأكتينومايكوزيس اللي هو كوزد باي أكتينوماسيس إسرائيلي، إنها بتعمل الشكل البص ده بيكون سيلفر جرانيول، يعني شكله لونه أصفر، ولو لاحظته في الشاشة حتشوفوا البص ده طالع لونه أصفر أو بنسميه سيلفر جرانيول، وذي كاركترستيك. النقطة الثانية إنه كمان بتعمل سيرفايكوفيشال إنفكشن ناتج نفس الوضع التروما في الماوث أو دينتال أبسس، أو حتى ممكن تعمل جم إنفكشن ناتج لأنها موجودة كنورمال فلورا في الأورال كافيتي. كمان بتعمل ديزيز لأنها موجودة في الفاجينا كنورمال فلورا، ممكن تعمل كرونيك إندومترايتس، المرأة لو ما تركب الإنترا ديفايس الإنترا يوتراين ديفايس كونتراسيبتيف، طبعا لو كان في باد هايجين ممكن دي الديفايس دي، وخاصة إذا وجدت الأكتينوماس الإسرائيلي as a normal flora في الفاجينا إنها تعمل chronic endometritis. ولذلك واحدة من الأشياء الكبيرة أي امرأة بتركب الديفايس دي ضروري يطلب منها إنها تعمل دائما كشف علشان يتأكدوا إن الديفايس دي ما حصلش عليها أي infection. طيب تعالوا نشوف الأكتينومايكوزيس lab diagnosis. أول أمر السبيسمين، السبيسمين بالتأكيد حنأخذ بص، البص ده اللي حنأخذه له مواصفات معينة. أول مواصفة نعمل direct examination، بالdirect direct examination حنشوف زي ما قلنا المين characters أو الكاركترستيكس بالنسبة للبص اللي هي السيلفر جرانيول، وحتشوفوها هنا واضحة بشكل واضح، هي شكلها شكل الأصفر أو بنقول عليها سيلفر جرانيولز. النقطة الثانية نعمل direct smear من هذا البص، حنعمل direct smear وحنشوف انه فيلمنتس برانشينج جرام بوزيتيف بكتيريا، فهي اذا جرام بوزيتيف وهي واخذه شكل البرانشينج. طيب بعد كده حنعمل كالتيفيشن، حنعمل كالتيفيشن على ميديا، طبعا هي زي ما اتفقنا حتكون انيروبيك، الاكتينومايسيس اسرائيلي حتكون انيروبيك، فنزرعها على الثايو جلايكوليت بروث او نزرعها على البرين هارت انفيوجن بلاد اجار او حتى على بلاد اجار، فتعطينا حقيقة في النمو حقها كاركترستيك كولوني. هذه كل مواصفاتها كده يسموها سبيدري مولر تيث. السبيدري مولر تيث هي الطواحن حق الأسنان، شكل الطواحن من فوق زي شكل العنكبوت كده، زي شكل العنكبوت، وذي كاركترستيك لها. شايفين كيف كمان نامي على بلاد أجار بنفس السبيدري مولر تيث. طيب طلعت الكولوني، عاوزين نتاكد الكولوني ذي انها اكتينوماسيس اسرائيلي، بنروح بنجيب الكولوني وبنروح بنجيب اميون فلوريسنت، يعني نجيب انتي بادي مربوط عليه فلوريسنت. طبعا هذه زرقه هي مثلا الكولوني، نجيب الانتي باديز مربوط بالفلوريسنت، لو هي فعلا اكتينوماسيس اسرائيلي حيرتبط الانتي بادي وحتعمل لنا وميل، فبالتالي نتاكد. كمان ممكن في بايوكيميكال تتعمل عشان نتاكد. طيب كيف نعمل للاكتينومايكوزيس نعمل تريتمنت او بريفنشن؟ كمان بالتأكيد أول أمر اللي هو السيرجيكال درينج، هذا الأساس، وبعدين نعمل كأنتيبايوتكس الشهير طبعا الأنتيبايوتكس، الأنتيبايوتكس هو كليندامايسين. تعال نشوف الآن النيكورديا، النيكورديا زي ما قلنا السبيشيز اللي حنتكلم عليه نيكورديا استرويدز بتعمل ديزيز اسمه نيكورديوزيس. تعال نشوف الباثوجينيسيس حقه. أول نقطة إنه هو موجودة في السويل كونتامينيتد، النيكورديا استرويدز موجودة في السويل، فبالتالي بيحصل انهيليشن وبيستنشقها الإنسان، وحتروح تعمل كالآتي، حتعمل ديزيز بنسميه كرونيك بلمراري انفكشن لايك تي بي، لكن شرط انه الشخص ده اميون كومبرمايزد بيشن. يعني ايش؟ يعني لو واحد هيلثي، لو واحد اميون كومبتنت واستنشقها مش هيحصل له اي حاجة، لابد ان يكون اميون كومبرمايزد، فحتعمل كرونيك بلمنوري انفكشن لايك التي بي، يعني حيحصل انه وزنه يقل، يتعرق في الليل، كل مواصفات التي بي حتكون تماما تشبه عملية النيكورديا استرويد. النقطة الثانية انها احنا بنقول انها ممكن مي بروجرس، ممكن الاورجانيزم ذا يروح للدم، ومن الدم يروح للبرين، ومن البرين يروح يعمل ابسس، فبالتالي يعمل برين ابسس. وهنا نقطة مهمة جدا في منتهى الأهمية، لو جاء شخص immunocompromised وعنده pulmonary pneumonia وعنده brain abscess نفكر بجدية في النيكورديا. واحدة من المين كاركترز لأي immunocompromised patient يشتكي من pulmonary pneumonia وbrain abscess نفكر بجدية في النيكورديا. كمان بتعمل هي موجودة في السويل،
فلو حصل كونتامينيشن بالنيوكارديا استرويدز ووصلت لعمليه للسكين سواء في الارم او في الليجز، وبالتالي ممكن تعمل كونتينيوس نيوكارديوسيس. فحتعمل كونتينيوس نيوكارديوسيس، واحده من الاشياء الشهيره اللي بتعملها على اعتبار انها زي ما قلنا موجوده في السويل. كيف نعمل دياجنوسيس للنيوكارديوسيس؟ اول امر السبيسمن ممكن يكون سبيوتم، ممكن يكون البرونكيال ووش، ممكن يكون بس. بعد كده حنروح نعمل الدايركت سمير، حنشوف طبعا جرام بوزيتيف باسيلاي برانشينج فيلمنتس، واحده من المين كاركترز لها. طبعا هنا لانها اسيد فاست باسيلاي، لما نصبغها بالزل نسرستين حتكون اسيد فاست باسيلاي. النقطه الثانيه لما نزرعها على الكلتشر، وزي ما قلنا ممكن نزرعها على البلين هارت انفيوجن بلاد اجار، بتعطينا كده بتعطينا الكريمي رينكلد كولونيز، يعني الشكل يكون كريمي وكمان مشرشره او مجعده الكولونيز حقها. كيف نعمل تريتمنت للنيوكارديوسيس؟ نعملها تريتمنت من الاتي، في ممكن نستخدم نوعين، يا يعني نستخدم الترايميثوبريم مع السلفاميثوكسازول، يا يعني نستخدم سيفاتراكسون مع المونوسايكلين. طبعا اكيد السيرجيكال درينج حيساعد في قضيه التريتمنت، او بالاصح لابد ان يتعمل سيرجيكال درينج. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بهذا نكون انهينا كورس الطويل اللي هو سيستماتيك بكتيريولوجي. اقول للجميع شهر مبارك وكل عام وانتم بخير. نسال الله عز وجل ان يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وان يجعلنا من عتقائه وطلقائه من النار. باذن الله عز وجل حنتوقف في شهر رمضان الكريم، وحنعاود باذن الله عز وجل نلتقي بعد اجازه عيد الفطر في الكورس الجديد اللي هو الميديكال مايكولوجي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.